ونبقى مع الرياضة والمشاركة الدولية للرياضة المغربية في النسخة 17 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي انطلقت أمس بمدينة مرسينة التركية الساحلية والمتواصلة حتى متم الشهر الجاري. المغرب يشارك في هذه الدورة بوفد قوامه 120 رياضي ورياضية سيتبارون في 14 نوعا رياضيا، مشاركة يعول على عطائها في هذه الدورة وأول الغيث قطرة ذهبية في رياضة الجيدو للمغربي ياسين مداتير. ومعنا مباشرة من مدينة مرسين التركية الساحلية معنا البطل المغربي في الجيدو ياسين مداتير. بداية هنيئا لك بهذه الميدالية وكذلك كونك أول ميدالية ذهبية كتحصل عليها يعني بالنسبة للمغرب في الدورة 17 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. شكرا شكرا لك الأخ شكرا. واش كان صعيب باش تفوز بهاد الميدالية بناء على المشاركة خصوصا وأن كنعرفوا كاينين مجموعة ديال الدول اللي معروفين بأن رياضة الجيدو هي رياضة اللي كيحصدوا فيها الألقاب والنتائج؟ بالطبع كانت صعيبة خصوصا من لعبت النهائي مع البلد المنظم التركي اللي كان مساند بالجمهور ديالو بالزاربيت وبكل كل كل شيء معاه. وبيان سي الجيم تيتران راه ماشي سالين وتنظن انه اول ذهبية في تاريخ الجيدو المغربي. نعم دابا تفضل السياسة. قلت لك بيان سير ما تكون سهله بالنسبه لألعاب البحر المتوسط اللي هي بطوله كبيره. نعم تشارك فيها تنعرفوا تشارك فيها اكثر من 24 دوله وكلهم من دول كبار كما مثل فرنسا اسبانيا ايطاليا لاغريس تركيا البلد المنظم زائد الدول العربيه. إذن هذه المشاركة أكيد أنها محطة مهمة بالنسبة لك بالنسبة للمستقبل ديال يعني المنافسات الدولية القادمة. بيان سير مهمة الحمد لله جات مباشرة من بعد بطولة إفريقيا اللي كانت في موزمبيق اللي حرصت فيها الميدالية الذهبية حتى هي أنا والأصدقاء ديالي اللي شاركنا بستة لاعبين وجبنا ستة الميداي كاتر اورو ارجون برونز وهذه بدايه المشوار البريباراسيون لي جوز اولمبيك 2016 ان شاء الله. وكيفاش تشوف المشاركه ديال باقي الزملاء ديالك الرياضيين المغاربه 120 واحد اللي مشاركه في 14 نوع رياضي في هذه الدوره هذه خصوصا ندوي على الرياضه اللي تنمارسها اللي انا قريب ليها بزاف لان تنوعد الجمهور المغربي ان تكون ميداليات اخرى ان شاء الله بالنسبه للاصدقاء ديالي اللي مشاركين مثل البطل صفوان عطاف المالكي المهدي غزلان زواق تنوعد الجمهور المغربي ونتمنى الحظ الابطال الاخرين من رياضات اخرى. واحد سعيد نتمناه لكم في المشاركه في هذه الدوره. تفضل. بهذه المناسبة تنهدي هذا الفوز خصوصا للرياضي الأول صاحب الجلالة اللي تنظنوا أنه الشق بحال هذا لي ريزيلتا في هذه المحافز الكبرى مثل ألعاب البحر المتوسط تنهديوا له هذه الميدالية هذا والشعب المغربي عامة وشكرا. وهنيئا لك ياسين مداتير بميداليتك الذهبية الميدالية الأولى للمغرب في الدورة 17 للألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في مدينة مرسي التركية. شكرا لك ياسين.